الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. معشر الإخوة الكرام، أول ما أبدأ به أن أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يبدو من أن شهر رمضان قد أضفاه على هذه الجلسة من الهدوء، ونرجو أن يكون هدوءا يعني مستمرا إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى نتفاهم، لأنه المعارضة لا بد تدير شغلها، لا بد تنتقد الحكومة، ماشي عيب وتنبه الأخطاء ديالها والعيوب ديالها ولا غلطات ولا ماشي مشكل. الحكومة راه حتى هي عندها المسؤوليات، خصها تسمع. المشكل هو ملي كتحول الكلام المنطق لغير مقبول وغير معقول. ساعة الموضوع سيد رئيس الحكومة، الموضوع لا السيد رئيس، موضوع الناس اليوم تكلموا على الأسباب السياسية ما تكلمش معهم على الموضوع، الله يخليك كتكلم مع رئيس حكومة وكيعرف اش كيقول وعنده وقت ديالو تحكم في الوقت. إلا كان عندك في الدستور كتعلمني الموضوع قولها لي السيد رئيس. أنا مرتبط بالقانون الداخلي. الله يسلمك بخير، ما عندكش الحق باش تتكلم معايا. لا اسمح لي، اسمح لي رئيس الحكومة، عندي الحق فقط. أنا كنسال، لا اسمح لي أسي بن كيران، أنا الذي أسير الجلسة هذه ومن حقي وعندي الفصل في القانون الداخلي وفي الدستور. العفو، هذا كلام لا يليق بك سي رئيس الحكومة. هذا هو، هذا الكلام لا يليق برئيس الحكومة. العفو عفو. سيد رئيس راك عزيز علينا. يا سيدي انت في محلك. احترموك. ما يخليك، احترم نفسك. كذاك. الأستاذ تفضل. تابع. ولهذا التشويش. آسف عطاش. لولا الهدوء. لا تنضافوا للجهات التي تشوش على هذه الحكومة. فقد كثرت. آسي المستشار المحترم. آسي المستشار المحترم. أرجع سيدي. الهدوء من فضلكم. تفضلوا يا سيد الكريم. سيد الرئيس. كاك. تفضلوا. حتى نعرف راسي. واش عندي الحرية ديال الكلام ولا ما عنديش؟ إلا ما عنديش بلاش. هذه طافي. تفضل. نعم. ماشي شغالك أنت. سيدي. أنت ماشي شغالك تكلمتي على شنو ما بغيتي. الله يخليكم. هادشي اللي كاين. سير لبار. لا غنتكلم. ولكن إلا قطعني شي واحد راه ما ينوم غير راسه. سيد الرئيس. لا هادشي اللي كاين. سيد الرئيس تفضل. كل الأمور واضحة. سيد الرئيس انا ماشي حيط قصير. سيد الرئيس لست حائطا قصيرا. يا سيدي تفضل. وانت رجل نحترمك ونقدرك. يا سيدي تفضل. يجب ان تقدرنا. استاذ ماشي شغالك السيد الرئيس. تفضل. ماشي شغالك، انا عندي الحق نتكلم، ولا خرجت على الدستور نبهني اللي الرابط بيني وبين الدستور. سيد الرئيس هكذاك والو. انا ما محتاجش نتكلم. إذا كان من الضروري يسكت يبقى يسكت. هذه الحكومة كيساندها الشعب إلى تكلمات وكيساندها الشعب إلى سكتات. الله يخليكم. نعم، وقد واجهتوا بعضكم بالصمت، وغلب الصمت الكلام الفاحش. سيد الرئيس. وغلب الصمت الكلام الفاسد، وغلب الصمت غلبا. سيد الرئيس. غلب الشتمة وغلب السب وغلب كل كلمات السيئة. سيد الرئيس تفضل. باش تكون على راحتك السيد الرئيس. تفضل. ولا تنضاف للجهات المشوشة، فلا يليق بك. وقد كثرت. سيد الرئيس. سيد الرئيس. تنعرف راسي. إلا أنا رئيس حكومة عندي الحق نتكلم، نجي لهذ الغرفة. سيد الرئيس. ولا ما عنديش الحق نتكلم قولها لي. سيد الرئيس تفضل. عبد الله يهديك. هذا هو، حتى تكون الأمور واضحة. طيب باش بعد. لا. والو. تابع. لا يشوشوا علي. تابع. وأنا ما احتاجش نتكلم. سيد الرئيس. الشعب يعرفني ويعرف خصومي. يا سيد الرئيس. الشعب يعرفني ويعرف من يواجهني. الشعب يعرفني ولا يحتاج أن أتكلم، يعرفني. وكلامي قد سمعه من قبل. وقد آمن به وقد صوت بسببه وعطى المرتبة الأولى للحزب ديالي. وعطاني جلالة الملك رئاسة الحكومة وقوة الحكومة. ما نحتاجش نتكلم، هذا هو. تفضل. ولا ما بغيتيوش هادشي وبغيتيو انتخابات سابقة الأولية، تفضلوا حنا موجودين. تفضل. يا الله من غدا
الله يخليكم الله يخليكم واش تيسحب لكم هذه الله يخليكم الله يخليكم هدوء هدوء انت الكلام هدوء هدوء تاوز خلعوني انا ما تخلعونيش هكذاك رد لي السيد رئيس التوقيت ديالي الله يجزيك بخير كيفاش رد لي التوقيت ديالي ملي قاطعتيني سيد الرئيس ملي قاطعتيني انا ارجوك الهدوء والله والله ما نتكلم ولا تكلمتي لا ما رديتيش ليا التوقيت ديالي الوقت اللي قاطعتيني فعلا الله يخليكم الله يخليكم ما محتاجش تتكلم سنعود الله يخليكم الله يخليكم ما محتاجش الله يخليك التوقيت ديالي 21 دقيقه دعونا نعود الى بدايه سيد الرئيس 21 دقيقه سيد الرئيس خلينا نتكلم سيد الرئيس لا ترد لي التوقيت ديالي سيد الرئيس دقيقه دقيقه خليني ليسي ما بلاص يا امو لا اسمح لي لا سيد الرئيس حليا سيد الرئيس الى كان عندك سنعود رئيس الحكومه سنعود الى الله يخليكم سنعود الى بدايه الشوط الاخير بتوقيته المنتظر وارجوكم شامل الهدوء حتى نتمم هذه الجلسه الرائعه في جو يسود الاحترام المتبادل وروح المسؤوليه ونعطي مثل كذلك لمن ينظر الينا عبر الشاشه في هذا الوقت في الوقت الصعب جدا وبالتالي ارجوكم سيد الرئيس عودوا الى وعيكم ولكم الكلمه لا من اللي ترد لي التوقيت ديالي لا اتفقنا غادي نرجعوا غادي نرجعوا ما كاين مشكل ما كاين مشكل سي فهد تفضل انت الكلام تفضل انت رئيس الحكومه ديال اللي بغيتي سيدي راه والله العظيم تفضل تفضل والله العظيم السيد الرئيس مع كامل الاحترام الا تنجي كل مره بنيه حسن وتنبغي نسمع وتنسعد بحال اليوم تفضل تفضل ملي كان لقى اللي يتكلم معايا ويشرح لي ويوضح لي اسمح لي سيد الرئيس هادشي داخل في الموضوع وطلبت من السي بن شماس ملي كان خارج باش يعطيني الوثائق اللي قال مكتوبه باش نتابع باش نشوف نتحقق نتاكد نستافد علاش لا ماشي عيب هذا هو السبب ملي حمدنا الله سبحانه وتعالى على هادشي قدر الله وما قدرش بس ما كاين الله يلعن الشيطان هذا رمضان راه ما كاينش ابدا الاولى فيما يخص الدستور انا راني كنتالم لانه ما يمكنش الناس في الغرفه ديال المستشارين يبداو يقولوا امور غير دقيقه فيما يخص الدستور فيما يخص الدستور الجلسه يعرض رئيس الحكومه امام البرلمان الحصيله المرحليه وهذه تكون كل سنتين ونصف بمبادره منها او بطلب من ثلث اعضاء مجلس النواب او من اغلبيه اعضاء مجلس المستشارين اما الجلسة السنوية من أجل السياسات العمومية فهي بمبادرة من البرلمان فإذا دعا البرلمان إلى ذلك فأنا موجود ما كان حتى شي مشكل المسألة الثانية فيما يخص الإشكاليات ديال الاستثمار حنا ملي كان تكلموا تخصنا نكونوا معقولين وموضوعيين الحكومة جات هذه سنة ونصف ما جيتش باش نعتذر لكم بالتوقيت ولكن كنعرف بلي كلكم كتعرفوا بلي الحكومه ما كتشتغلش بوحدها الحكومه تتشتغل في واحد الاطار سياسي مفهوم ومعروف وتكلمتي وعلى لوبيات وتكلمتي وعلى منسوب الجراه ولكن ملي كطرحوا الاسئله بحال هكذا لابد يكون الجواب لان انا ملي جيت معشر الاخوه الكرام جئت بعد حراك عربي عصف بدول وجئت في إطار تصالح وتوافق قاده جلالة الملك وجئت في إطار فكرة ديال الإصلاح في إطار الاستقرار الإصلاح في إطار الاستقرار معادلة كل نهار كي تطرح السؤال نستمر في الإصلاح في إطار الاستقرار ولا نمشيو عند الشعب ونقولوا لهم يا ودي هذا الذي وصلنا اليه ما رايكم؟ ملي كنفكروا كنلقاو باللي بلادنا محتاجه للصبر وكنعرفوا باللي الاصلاح كيتقدم خطوه خطوه بشويه ماشي بالسرعه اللي كنا كنتمنى ولا اللي كنتيو كتمناو انتوما ولا اللي درتيوها ملي كنتيو في حكومه التناوب حتى انتوما الزعماء ديالكم قدروا حتى انتم الزعماء ديالكم كانوا امام اشكاليات حتى انتم الزعماء ديالكم قالوا كلام يدمي القلب ولكن الله حفظ البلاد البلاد استمرات البلاد تحسنات واخا ما تحسناتش بالشكل اللي بغينا تحسنات الحمد لله وهذه هي المعادله التي نجيب عليها كل يوم ليست معادله للالتصاق بالكرسي
كما يقول بعض التافهين الذين لا يفقهون شيئا. الكرسي في بعض الأحيان يصبح الاستمرار فيه صعوبة، ولولا الحياء لقلت كلمة أكبر، ولكن المسؤولية وطاد ليست بالسهولة التي نتصور. وانظروا في جوارنا ماذا يقع حين يتلاعب المتلاعبون بعد سنة من الحكم أو أقل منها أو يزيد أو ينقص بمصائر الأوطان. انظروا ماذا يقع، انظروا ماذا يقع. فلهذا فنحن قدرنا أن نستمر في تحمل المسؤولية في هذه الدولة تحت قيادة جلالة الملك ومحاولة الإصلاح في إطار هذه الظروف الصعبة. وبالمناسبة كل شيء كنت أظن أنه سوف أواجه فيه إلا إصلاح المقاصة، إصلاح المقاصة، وهذا الإصلاح وجه بمواجهات شديدة ولم نصل فيه إلى مراحل يعني محدودة إلا بصعوبة، وهو ضروري. كيتكلموا الإخوان اليوم على الإشكاليات ديال العجز ديال الميزان التجاري وديال هذا الشيء، راه فيه إشكاليات مرتبطة بالصندوق ديال المقاصة وبالاستهلاك ديالنا من الطاقة. 21 مليار ديال الدرهم غير ديال المازوط الإخوان، في المجموع 57 مليار ديال الدرهم. هذا كان مشروع ملي كان خصو ملي جا الكلام عليه كان خاص الناس يلتفوا حوله ونديروا حوله يد واحدة، لأنه إلا نجحنا فيه غتنجح فيه البلاد وغنخرجوا فيه من واحد الإشكال أساسي. ما يمكنش نهبطوا اليوم المساومة والمزايدة في المستويات الشعبية ندعيوا بين عاشية وضحاها، ويا العجب أننا أصبحنا ندافع عن الفئات الفقيرة والمستضعفة. بين عاشية الفئات الفقيرة والمستضعفة تعرفوا من يدافع عنها. ليست القضية بالكلام، ليست القضية بالبرامج التلفزيونية، ليست القضية بإفساح المجال لبعض الأشخاص، القضية أكبر من ذلك. والشعب مستعد وكان مستعد وكان أعتقد باقي مستعد وباقي كيعرف الكلام اللي قال الأخ. فين كاين الناس اللي كيتكلموا معاه بصدق؟ فين كاين الناس اللي كيتكلموا معاه بشفافية؟ فين كاين الناس اللي كيتكلموا معاه بالواضح وبالحقيقة؟ واليوم اللي تيقول سي بن شماس أنه النموذج التنموي ديالنا وصل للنهاية ديالو، أنا قلت له عندك الحق، ولكن واش هذا النموذج التنموي أنا اللي عملته اللي تبنى على تشجيع الاستهلاك الداخلي والطلب الداخلي، ولكن هذا الشيء اللي مشى في نفس الوقت مع الثمن ديال المحروقات اللي كيرتفع بطبيعه الحال وصلنا الازمه، وهذا الشيء كيطلب اجراءات قاسيه، والاجراءات القاسيه من اللي غادي تكون غادي تكون ضروري. والمواطنين اللي كيفهموا باللي تنقولها لهم هي باش ما نوصلش البلاد للهاويه لا قدر الله، ما نوصلش البلاد للازمه الاقتصاديه اللي تردنا بحال الوضعيه ديال اليونان ولا ديال بعض الدول المجاوره لنا. هذا الشيء هذا كيطلب المسانده السياسيه، ماشي الطعن في الظهر، ماشي الطعن في الظهر. وانا يسمحوا لي الاخوان الاستقلاليين اللي جاوا تكلموا اليوم، يسمحوا لي لانه وما بالعهد من قدام، وبين عاشيه وضحاها ستنقلبون على سياستكم وانتم شركاء اساسيون فيها، ووزير اقتصادكم وماليتكم هو الذي وضع هذه السياسات، ونحن نعتز بذلك ونفخر بذلك. فهمتيني ولا لا؟ ونفخر بذلك. بين عاشيه وضحاها اصبحتم تتنكرون لكل ما سبق، وبا ولا يزال وزيركم وزيرا معنا، ونال في هذه السنة فقط نال يعني تكريم من افريقيا لما ردته احسن وزير ديال افريقيا ديال الاقتصاد والمالية، وتكريم من المينا من المنطقة ديال شمال افريقيا وديال الشرق الاوسط. وانتم دابا كتنتقدوا شنو؟ تنتقدون من وماذا؟ وزيركم في سياسة ناجحة. لأن علاش؟ اللي خصو يتقالوا الحقيقة، أنا ما كنعشمش باش نقول هذا الشيء، واخا ماشي من الحزب ديالي، أنا كنعتز به. علاش؟ لأنه ماشي إلا ما قدرش يدير داك الشيء اللي كتصوروا، استطاع يحافظ للمغرب على الوضعية ديالو الاقتصادية، وبقى الحمد لله الوضع مستقر، وتوقفت الحركات الاحتجاجية التي كانت تبلأ الشارع وتهدد الوطن، ولم تقع الأزمة الاقتصادية التي وقعت في الدول الأخرى، واستمر النمو ولو بمقدار. كيف تريدونني أن أوافقكم على ما تذهبون إليه؟ خذوا شوية الوقت،
خذوا شويه الوقت وخرجوا للمعارضه وفكروا شويه ولقوا شي حاجه جديده. شكون اللي حبسكم؟ ما حبسكم حد، ولاني بين عشيه وضحاها باقي كاع ما صفينا المشكل ديال الحكومه، باقي الوزاره وزاره معايا، باقي ما رفعتش كاع الاستقالات ديالهم لجلاله الملك، ومازال كنفكر ومن حقي باش نفكر. الدستور كيعطيني هذا الحق. لي رئيس الحكومه ليس مضطرا، لي رئيس الحكومه اسيدي اسيدي لي رئيس الحكومه لي رئيس الحكومه الاستاذ الله يخليك الله يخليك خلوا رئيس الحكومه اسيدي الله يخليك تفضلوا تفضلوا اسيدي. الغيره تحسمها الانتخابات، والانتخابات الماضيه نتائجها معروفه، والانتخابات المقبله في علم الغيب يعلمها الله، والذي يعني يعتقد انه عنده شيء مضمون فهو مغرور. غره الغارون الذين غروا الذين سبقوه والذين وصلوا الى الهزائم والى الانكماش، الذين في قيل لهم في يوم من الايام سيكون عندهم ما يكون عندهم، فحصدوا الخيبات وفاجأتهم تيار المجتمع وحركة 20 فبراير وطلبت رؤوسهم. هذه هي الحقيقة التي تبحثون عنها بالمكر والخداع، والتي تبحثون عنها باللف والدوران، والتي تبحثون عنها بمحاولة تغرير الناس والبسطاء. البسطاء يعرفون إخوانهم الحقيقيون، يعرفونهم، وإنكم لا تخيفونني مثلكم مثل من سبقكم. الله يبارك فيك. مثلكم مثل من سبقكم. ملي كنتيو كتكلموا حتى واحد نهضر معاكم وجايين كتقولوا لي مالك مع لا سي جيب. أهل الميت صبر والعزاين كفر. ما لنا ولهذا؟ ما لنا ولهذا؟ عن أي 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 سي جيب تتكلمون؟ ملي جيت رئيس ديال الحكومة ربطت أحسن العلاقات مع لا سي جيب، وعقدت معاهم أكثر من لقاءين أو ثلاثة يعني عامة، وخرجوا طايرين بالفرحة وعرفوا بلي هذه الحكومة غتخدم معاهم وخدمات معاهم، وبالشهادة ديالهم هذه الحكومة. شوف السيد رئيس أسيدي، شوف السيد رئيس الله يخليك وخدمات معاهم وباقية خدامة معاهم، وجيتي وكتقولوا الأتراك واش أنتم ما عارفينش لهذه الدرجة خفية عليكم الحقيقة؟ أنا الزيارة ديال السيد أردوغان بالنسبة إلي هي زيارة رئيس حكومة، ما كان معاه لا وفد ولا جوج، لأن علاش؟ هذاك نشاط كان مرتب بين جمعية وطنية في المغرب وبين جمعية وطنية في تركيا. في تركيا ما عندهمش مؤسسة وحدة، عندهم ثلاث مؤسسات كبرى ومؤسسات كثيرة صغيرة، وهذه جاو عند أصحابهم. وأنا ملي جا عندي ذاك السيد كيقول لي راه غيجي، وقلت ليه ما نحضر معاك حتى يحضروا الناس ديال لا سي جيم، واستدعيت الناس ديال لا سي جيم وطلبت منهم يحضروا. قال لك اسيدي حنا ما عرضوش علينا في الوقت، ما نحضروش معاهم. جيت رسميا في وزارة الخارجية قلت حنا الشريك ديالنا الأساسي هو لا سي جيم، وأنا كنتفهم الموقف ديالهم. وفي الليل حضروا العشاء اللي كنت كنفضل كون حضروا صحيح، ولكن ما حضروش في الليل، حضروا العشاء اللي دعالوا جلالة الملك، اللي جلالة الملك ربيه الضيف ديالو، فهمتيني ولا لا؟ وانا ولا سي جيم وقع بيني وبين حتى شي مشكل، والعلاقات الحمد لله بيناتنا مزيانه. كتقولها مدام مريم بن صالح وكتقولها انا اش بغيتي؟ تنوضوا الكيره حتى هي بيننا وبينها، ما قدكمش هاد الكيرات اللي نايضين من كل بلاصه. بطبيعه الحال كتقولوا لي نوضتي العداوات، طبعا لان انا ما كنعرفش نسكت على المنكر، ما كنقولش كل شيء صحيح ولكن كنقول شي حويجات. واش انتوما كتقولوا الفساد 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 وبغيتي يبقى كل شيء فرحان وخرج عبد الليله من كيران؟ ما يمكنش، لابد شي وحدين كيشعروا باللي المصالح ديالهم السابقه تتضرر، وبما انهم يشعرون بانها تتضرر فانهم يحاولون ان يدافعوا عن انفسهم ويحاولون ان يدافعوا عن مصالحهم، وبطبيعه الحال لا يقول الامور بصراحه ووضوح، يقول الامور بطرق مختلفه وملتبسه وملتويه. هذه هي السياسه ديال المغرب. انا ما كنعرفش هذا الشيء، انا كنجيكم بقول ولا كنسكت. بغيتوني نسكت نسكت، ماشي مشكل، الا بغيتوني نسكت انا مستعد، فهمتي ولا لا؟ وما غاديش نرد على كل شيء، وما غاديش نرد على من ولا، سمحوا لي
لا بد الرد يكون منطق، ولا بد الرد يكون منطق، ولا بد الرد يكون على اللي كيستحق، ماشي على اللي ما كيستحقش. سمحوا لي سمحوا لي، ما غردتش على من ولا، وغنعرف على من نرد، وغنعرف كيفاش نرد، وغنعرف فوقاش نرد باذن الله. ولا بغى الله سبحانه وتعالى عندكم تعتقدوا بلي انا هاد رئاسه الحكومه راه هي الجنه بالنسبه الي؟ لا، الجنه عند الله. ما انا الان كنقوم بواحد الدور قاسي وفي صعوبات وإكراهات من أدنى ومن أعلى ومن اليمين ومن اللوبيات ومن 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 ومن. كيفاش غنجي نرد على السي على السي على السي الراضي ونقول له شنو هو المشكل ديال لاسيليلوز وشنو هو؟ هذه مشاكل معروفة، واليوم اليوم البنك المعني بالموضوع كيحاول يلقى حل المشكل. ما كاينش شي حكومة خصكم تعرفوها. أنا نقول لكم، أنا بلغني أن واحد مستثمر كبير في المغرب، وخاص بحلية الإخوان النقابيين، واش أنا قلت كافة النقابات؟ ألا تعترفون أن هنالك نقابات أفسدت كم من مشاريع؟ قولوا الحقيقة. ألا تعترفون أن هنالك زعماء ما نسجوا مجدهم بتحطيم المؤسسات الوطنية، بتحطيم الشركات، بتحطيم، وفي الليل كان بعضهم يذهب ويتفاوض ويبتز رؤساء الأموال ويأخذ منهم؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة. لا لا لا، ما كاينش تعميم، بالعكس كاين، لا ما كاينش تعميم، كاين نقابات، كاين نقابات مواطنة، وكاين زعماء نقابيين صالحين، هادشي معروف. ونقول لك واحد القضية السيد عيدي علي علمي، كلامي معاهم، كلامي معاهم مستمر، وتقديري لهم كبير، وهما كذلك تقديري تقديرهم ليا كبير، باش تكون الامور زعما واضحه. التعميم ما كانش، ولا خرجت، ولا خرجي تعميم خطا. ما شوف، الله يخليكم، الله يخليك، شوف الله يخليكم الاخوان. خلينا نتكلموا مزيان. الاستثمار، الاستثمار في المغرب في الوقت الذي تبقى عانى مما عانى منه كافه الاشكاليات في المغرب. التحكم، التحكم، التحكم في السياسه، التحكم في الثقافه، التحكم في الاقتصاد. شحال هادي كان كيتقال لشي وحدين انتوما ربحوا الفلوس وسكتوا، هادشي اللي كان كيتقال. اليوم بغيت نقول لهاد الناس اللي كانوا كيقولوا هاد الهضره، لم يعد ممكنا. هذا اللي باغي نشرحه للناس، ماشي كنقولوا داكشي اللي فات غادي نديروا عليه ولا ما نعرف شنو. اللي الله عطاه، حنا ولاد اليوم، حنا ولاد المستقبل. ما يمكنش للمغرب يتمشى ما عدا الا ما كان القانون واحد بالنسبه للجميع، إلا ما كانت الفرص واحدة بالنسبة للجميع، إلا ما كان رجل السلطة كيفهم واحد المسألة. داك الشيء اللي كياخذ في الأجرة ديالو، الله يجعل البركة، ما يمكنش عاوتاني يمشي عند رجل الأعمال وينافسو ويبغي يعيش بحاله. ما يمكنش رجل الأعمال كيعيش مزيان لأن كيخدم بزاف، وبعض المرات كيغامر، وبعض المرات كيمشي للسجن، وبعض المرات كيفتقر بين عشية وضحاها. ما يمكنناش حنا نبقاو نتنافسو معاه. رجل السلطة كياخذ، الله يجعل الموظف في الإدارة، ما يمكنلوش يتبع رجل الأعمال ويبدا يحسب ليه شحال تيربح ويقول له يتقاسم هو وياه. هذا التحكم هو اللي خصو يتوقف. أنا نقول لكم شتي كلشي، المشاكل اللي كتقولوها، المشاكل ديال كثرة الأوراق، والمشاكل ديال الصعوبات الإدارية، والمشاكل ديال العقار، والله حتى المغاربة قادين يتجاوزوها. اللي ما قدوش يتجاوزوه ما عرفوليش هو التحكم، وكيفاش واحد كتطلع ليه وردية والاخر مسكين كيمشي للالوان الزرقاء والسوداء والقاتمة اللون. هذا اللي ما فهموش المغاربة وما عرفوش، وبداو تيحاولوا، كل واحد كيحاول يتسلل الى هذا او يصل الى هذا. اليوم رجال الاعمال كيعرفوا بلي هذه الحكومة جاءت تحاول ان تقيم بينهم منطقا متساويا فيه العدل، منطقا متساويا فيه الانصاف، منطقا متساويا فيه النزاهة والشفافية. اليوم كاين شركات كيقولوا ما بقاتش كتجينا السفريات ديال الاسر ديال الوزراء نخلصوها من الثمن ديال الوزارات، ما بقاتش كتجينا واحد العدد ديال الاشياء اللي كانت. اللي كاين هو شنو؟ بطبيعه الحال هذه الحكومه ما فيهاش لي سوبرمان، فيها ناس جاوا يمكن المستويات ديالهم يعني نسبيا في حدود، ماشي مشكل، ماشي حنا عباقره قلتها ولا حتى انبياء. حنا يا ناس كنحاولوا ومجتهدين، نيتنا حسنه، الشعب بغانا وباقي بغينا. قراوا الصحافه، قراوا داكشي اللي الاحصائيات اش كتقول. وحنايا كنقولوا الحمد لله، الحمد لله اللي بلادنا بحال هكذا، الحمد لله على الاستقرار ديال بلادنا،
الحمد لله على الملك ديالنا، بغينا نمشيو مجموعين. طبعا ما غايخليوكش، انا ما كنترجاهمش، ما كنترجاهمش هذوك اللي قال لك الاخ باللي عيا منهم الشعب المغربي، التماسيح والعفاريت، ما عياش منهم. غير صحيح هذاك الكلمات شد فيها، لانها كتبتل بالنسبه اليه اشخاص موجودين في راسه، وعارف باللي لا هو لا انا ما قدرت نقول شكونهم. عارف عارف، ماشي مشكل، ماشي مشكل، هو فاهم، هو فاهم، ولكن اللي خصو يتفهم، اللي خصو يتفهم هو ان هؤلاء الناس تدريجيا يفقدون، يفقدون من مصداقيتهم في المجتمع. يعرفون، الشعب اليوم يعرف بان هذه الحكومه نيتها حسنه وتريد ان تصلح، المستثمرون يعرفون ان هذه الحكومه نيتها حسنه وتريد ان تصلح كافه المواطنين. العالم، العالم الخارجي يعرف ان هذه الحكومه جاده وانها جات لاصلاح مشاكل المغرب، لم تاتي لكي تتدخل في حياه الشخصيه للناس، ولم تاتي لكي. هنالك من يتهمنا يا العار باننا نعطي المسؤوليات بالحزبيه، ونحن عندنا 11 وزيرا وعيننا 200 واحد لا اعرفه الله يشهد منهم داخل هذا الحزب الا ثلاثه، أكثر من 197 واحد ولا 200 واحد لا أعرف لهم علاقة بالحزب ولا أعرفهم إطلاقا، وجاء بهم الوزراء، جاء بهم الوزراء والمقترحون، وحتى هما البعض منهم اللي قدر نقول لكم بأنهم ما تيعرفوش بالضبط شكون هما، اللي بلغهم عليهم اختار ناس مزيانين واختارتهم لجان. بطبيعة الحال يمكن نغلطوا، بطبيعة الحال النهار اللي غنغلطوا اللي عيننا نعاود نحيدوه، ماشي مشكل، ولكن حتى إلى درجة أن تخلق عنصرية ويصبح الوزير يتخوف إذا وجد شخصا عنده كفاءة وهو من هذا الحزب، يصبح يشعر بأن هنالك عنصرية ضد هذا الشخص، كأننا في زمن الأبارتايد في الوقت اللي الحكومة كيترأس هذا الحزب، غير معقول. أنا بغي نقول اليوم للإخوان المغاربة الله يهديكم، ارجعوا للصواب، بلادكم الحمد لله اليوم مفخرة، بلادكم الحمد لله اليوم مفخرة، كيزورها رؤساء الدول ويثنون عليها، خليوها تزيد للقدام، ماشي ما تمارسوش الانتقاد، ماشي ما تمارسوش المعارضه، مارسوا معارضه بناءه وانتقاد بناء، اما الا مشيتوا في الاتجاه الاخر راكم تتقلبوا على اشياء سلبيه ما بغيناهاش لبلادنا، وحنا الى اخر الى اخر الرمق سوف نتمسك بكل ما فيه استقرار بلادنا، بكل ما فيه مصلحة بلادنا، بكل ما فيه خير بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة المحترم.